تأسف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي كان في توديع الشبيبة للوضعية الصعبة التي تتواجد فيها هذه الأخيرة، إضافة إلى مولودية بجاية، في ميكروفون بدر الدين حجان. التعليق تاعي هو التعليق على ايضا على فريق مولوديه بجايه. يعني شرفوا الكره الجزائريه، كانوا في نهائي الكاف السنه الماضيه، واليوم راهي في المرتبه الاخيره. ايضا مرتبه تاع فريق شبيبه القبائل، كل يعني ماشي مرتبه تاع لا جي اس كا، لكن هذه هي كرة القدم. كرة القدم اليوم تربح وغدوة تخسر، المهم إن شاء الله يكون روح رياضية ويكون إن شاء الله الفير بلاي، إي كو لي سوبورتور أكسبت أوسي دي سيتياسيون كوم سا.